كشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177 مليون و900 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع تبلغ 12.4%. وحول أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023 جاء السكر والمصنوعات السكرية في المرتبة الأولى ثم محضرات الخضر والحديد والصلب.